بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تاني سيشن بالنسبة لنا للتدريب على المنصة تينكي. فأول حاجة الشاشة كده ظاهرة للناس، احنا هندخل على اللينك بتاع الأكونت بتاعي هنا. فأنا دخلت باليوزر نيم والباسورد بتوعي. أول خطوة خالص هساين إن ونشوف شكل المنصة عامل إزاي، الهوم بيج بتاعتي عاملة إزاي. بس بطيء شوية، هي بتفتح معانا. هو احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تاني سيشن بالنسبة لنا، ازاي نكريت كويز وازاي نكريت اساينمنت. او هو المفروض يعني كريت كويز يكون في سيشن وكريت اساينمنت في سيشن تاني، بس هو عشان الاتنين مش هياخدوا وقت بإذن الله فهنخليهم في سيشن واحدة. الآن دي الهوم بيج. اتمنى برضو الناس تجرب ان هي تدخل على المنصة وتجرب الحاجات دي، يعني ما نكتفيش بالحضور الاونلاين او نكتفي باننا نشوف الفيديو، يعني نجرب بنفسنا الحاجات دي، نجرب ندخل بالاكونت بتاعنا ونجرب الحاجات دي. دايما بيجي وقت الاجتماعات بيبقى بطيء. ممكن بس البطء يكون في الشوية اللي في الأول اللي هو بيلود فيهم، لكن بعد كده الخطوات بتكون مش بطيئة خالص إن شاء الله. طيب ده الشكل اللي قدامنا، والحاجة اللي احنا هنتعامل معاها النهاردة زي ما قلنا هو ازاي نكريت assignment وازاي نكريت quiz الأول، ومن الكويز ده هنبني عليه assignment. احنا ازاي برضو ان احنا نكريت اي حاجة او ازاي نقدم مادة علمية والكلام ده كله اتشرح السيشن اللي فاتت، وازاي نكريت جروب ممكن برضو نقولها النهاردة بسرعة كده زيادة في التأكيد. فاحنا التول اللي اتعاملنا معاها من الشكل اللي قدامنا ده هو البلاي ليست. فلو احنا ضغطنا على البلاي ليست منها انا بقدر اضيف مادة علمية، ومنها بقدر اضيف كويز، ومنها بقدر اضيف assignment. فبمنتهى البساطة الخطوات، أول ما نضغط على بلاي ليست احنا ممكن نضيف بلاي ليست، والسورس بتاعنا اللي هنضيف منه البلاي ليست هنشوف ممكن يكون منين دلوقتي. دي بلاي ليست مثلا أنا عاملاها قبل كده، طب أنا عاوز أعمل واحدة جديدة ممكن أقول له أد نيو. لو أنا عاوز أعدل في اللي كانت معمولة دي ممكن أجي عليها كده وأديت فيها، أو ممكن أحذفها، ممكن أغير المكان بتاعها. فلو انا عايزه اضيف واحده جديده، لو احنا لسه بقى اول مره وبنبدا الخطوات من الاول، فانا هاد نيو بلاي ليست واسميها اي اسم وليكن مثلا فيرست، واقول له كرييت. طبعا البلاي ليست زي ما احنا عارفين احنا ممكن نضيف فيها حاجات كتير، ممكن نضيف فيها PDF، ممكن نضيف فيها PowerPoint، ممكن نضيف فيها كويز، ممكن نضيف فيها assignment زي ما احنا هنعمل النهارده. هي سرعة الخطوات معتمدة على سرعة النت نفسه. طيب ده كده البلاي ليست بتاعتي اللي اسمها فيرست واللي لسه فاضية مفيش فيها أي حاجة، والسورسز بتاعتي أهي اللي أنا أقدر أضيف منها حاجات. يعني أنا ممكن أضيف من أسيرش في جوجل على أي ماتيريال معينة أنا عاوزها، ممكن أضيف فيديو من يوتيوب أسيرش في اليوتيوب برضو، ممكن أضيف لينك، ممكن أستخدم حاجة من بنك المعرفة،
ممكن اضيف انا سورس خاص بيا او اد بيج خاصه بيا، فممكن نعمل اي حاجه من الحاجات دي اضيف من خلالها سورس معين. فلو احنا مثلا ضغطنا هنا اد بيج تايب، هيقول لي انت عاوز تضيف ايه بالظبط للبلاي ليست بتاعتك، عايز تضيف كويز ولا عايز تضيف سيرفي ولا برزنتيشن ولا تكست اند ميديا ولا ايا كان بقى الحاجه اللي انا عايزه اضيفها. احنا بالنسبه لنا النهارده مثلا احنا عاوزين نعمل كويز، فانا عايزه اعمل كويز، فانا هقول له هضيف كويز. طب اي نوع من انواع الكويز اللي انا عايزه اضيفها؟ او ممكن الاول اقول له اد كويز وبعدين اختار نوع الاسئله اللي هتكون جواه. فمثلا انا اخترت اول حاجه ان انا هضيف مالتيبل تشويس، فده بالنسبه لي اول حاجه. باجي هنا هنكنسل ده، هو ضاف multiple choice image. طب يعني أنا هنا هسأل سؤال والإجابة عنه هتكون طبعا اختيارات، والاختيارات دي هتكون صور، فممكن هستخدم نوع الأسئلة يكون بالشكل ده. ممكن multiple choice text سوري اللي هو MCQ عادي، ممكن الاختيارات تكون كلام، ممكن الاختيارات تكون true false، ممكن اكون عايز اعمل sort يعني يرتب، ممكن اكون عايز اعمل reordering ابعت له انواع مثلا مواد تانية يكون فيها ترتيب، رتب لي لو في مادة نظري مثلا زي تاريخ او حاجة، فبيكون عايز ان هو يرتب الملوك مثلا من الاقدم للاحدث اي حاجة. ممكن يكون عايز حاجة زي select answer، يكون عنده اكتر من اختيار واختار منه برضه. وبرضه هنشوف ازاي نعمل سؤال مقالي، يعني لو احنا هنتعامل مع ده وليكن، فانا عشان اديت هعمل ايه؟ هضغط على العلامه اللي جنبه دي. هنا اسم الكويز بتاعي، لو انا عايزه اسميه اي اسم وليكن فاينل كويز، وده الديسكربشن، لو عايزه اعمل له ديسكربشن ممكن اعمل له، مش عايزه اعمل له مش هعمل له. كمان هنا ايمج باك جراوند ايمج، لو انا عايزه اضيف له صوره تكون باك جراوند، فممكن اختار صوره اونلاين او اجيب صوره من عندي من على الجهاز، ممكن شوت فايل فروم ذيس ديفايس مثلا عشان اختار صوره من عندي من على الجهاز بتاعي. واي صوره تعبر عن الكويز اللي انا هعمله ده، مش فارقه اي صوره، يعني مثلا صوره زي دي وليكن، واقول له سيف اند بريفيو مثلا، او اقول له سيف وخلاص، هو بريفيو علشان يظهره لي، ممكن اقول له سيف اند كلوز، مش لازم اظهره دلوقتي، هظهره في الاخر لما اضيف له الاسئله واشوف شكل الاسئله هيكون عامل ازاي. طيب لو انا ضغطت هنا فتحته تاني وضغطت على علامه بلس دي علشان اضيف له نوع اسئله معين، وفرض ان انا عايزه اختار المالتيبل تشويس تكست، فهضغط على العلامه دي. هنا هقدر اكتب السؤال، اي سؤال انا عايزه اساله، اي حاجه مثلا هقول له array is مثلا، وهختار هل هي هتكون fixed size ولا dynamic size. مثلا ممكن يكونوا اختيارين بس كفايه، ممكن اكون عايزه اضيف اختيارات تانيه زي ده مثلا، اقول له اي حاجه ال array is linear data structure، كده الاجابتين هيكونوا صح، او خليها non linear data structure. اي اجابات انا عايزه احطها، وبعدين طبعا هنقدر ان احنا نحدد له ايه الاجابه الصح فيهم من خلال التشيك بوكس ده. يعني انا ممكن اختار ان يكون اكتر من اجابه صح، او ممكن اختار ان اجابه واحده بس تكون هي صح. فالاجابه الصح هنا فرضا ان هي اول اجابه، فعملت الكوريكت جنبها كده،
وبعدين هنا بحدد له هو لازم يختار إجابة واحدة ولا لأ، وبعدين كمان بقدر أحدد له فيدباك. إيه فيدباك دي؟ يعني بقول له هو لو الإجابة صح أقول له حاجة معينة، لو الإجابة غلط أقول له حاجة تانية. فلو ممكن مثلا لو الإجابة صح هقول له رايت مثلا أو أي حاجة، لو الإجابة غلط هقول له رونج. أي فيدباك أنا هديهوله ده لو أنا عاوز أديله فيدباك. هنعمل بس أدمت لبشمهندس محمود معانا. فأنا كده عملت له 2 فيدباك، واحد للكوريكت واحد للإنكوريكت. ممكن أد سبورتنج كونتنت، سبورت كونتنت ده اللي هو إن هو حاجة يبص عليها، يعني مثلا اقول له بص على الصفحه الفلانيه او على اللينك الفلاني، حاجه ريفرنس ليه هو. فلو هو مثلا وانا بدي له السؤال ممكن اقول له سبورت ليه هو، بس مش وقت الامتحان يعني. بعد كده هقول له سيف اند كلوز، انا ضفت السؤال ده خلاص. لو انا عايزه اضيف سؤال تاني كمان، السؤال اللي احنا كنا ضفناه من شويه بس احنا ما كملناهوش، اللي هو كان فيه اختيار صور، ده ممكن برضو عشان نعدل عليه نضغط على edit وهنا نكتب السؤال زي اي سؤال احنا عاوزين نسأله، وبعدين بس الاجابة عليها تكون صور. ممكن اختار هنا صورة من عندي على الجهاز واحطها تكون هي الاختيار الاولاني، وصورة تانية تكون هي الاختيار التاني، برضو نفس الخطوات اللي احنا عملناها. اي صور بقى يعني مثلا الصورة دي، واختار صورة تانية ساعات مثلا لو احنا بندي مادة محتاجين ان احنا الاجابة يكون فيها صورة، مادة فيها مثلا algorithms او فيها صور ومش هينفع اكتب الكلام، فانا هعبر عنه من خلال صورة. ففي الحالة دي بختار النوع ده من الاسئلة، وبعدين هقول له save and close برضو. بس ممكن ازود برضو الاختيارات اللي عندي لو انا عايز ادي فيدباك او مش عايز ادي، ده اوبشن بالنسبه لي اعمله او لا، واقول له save and close. كده انا عملت 2 اسئله جوه الكويز اللي عندي. عايز اعمل اكتر ممكن اقعد كمان أقعد نوع أسئلة، إن أنا هقف هنا على نوع السؤال اللي أنا عاوزه وأضغط على علامة بلس دي، أو الطريقة التانية إن أنا ممكن أسحبه كده، يعني أجي مثلا على السؤال على الفورم دي أو على التمبلت دي وأسحبها هنا. فأنا كده جبت عندي نوع سؤال كمان اللي هو برضه مالتيبل شويس، وهضغط نفس الفكرة هنا على علامة الإيديت وهضيف سؤال جديد بأي حاجة عايزة أضيفها، وأضيف له الاختيارات بتاعته. وحدد الإجابة الصح اللي فيهم، وحدد فيدباك أو محددش فيدباك زي ما أنا عاوز برضو، وسيف أند كلوز. لو في سؤال أنا عايز أرجع أعدله كنت عملته من شوية ونسيت أعمل فيه حاجة معينة أو عايز أعدل فيه حاجة، أرجع تاني أعدله. فرضا السؤال بتاع الصور ده أنا عايز أعدل الإجابة الصح، بدل ما هي الصورة الأولانية تبقى هي الصورة التانية، ممكن أفتحه تاني وأعدل فيه براحتي طول ما أنا لسه ما عملتش ببلش للأساينمنت. طيب احنا كده عملنا 3 اسئله، 3 اسئله اللي قدامنا دول، فبالترتيب ده اللي هو 1 2 3 على حسب ما انا سحبت نوع السؤال وحطيته قدامي. طب انا عايز اغير ترتيب الاسئله، اقدر اغيره عادي جدا، يعني اقدر اسحب كده السؤال واحطه في الاول، او اجيب السؤال ده اضغط على السهم، يا اما بالضغط على السهم اللي هو الاب والداون دول، او ان انا اسحبه، يعني ممكن اسحبه كده واحطه في المكان اللي انا عاوزه. فكده غيرت ترتيب الاسئله زي ما انا عاوز. السؤال عايز الغيه اقدر الغيه من الاكس دي فهعمل له ديليت، سؤال عاوز اعدله هنضغط على ايديت وهنعدله زي ما عملنا قبل كده. طب مثلا انا خلاص ممكن اكتفي بالثلاث اسئله دول، فانا خلاص هحفظ الكلام ده وهقول له عايز من ممكن اعمل بريفيو علشان نشوف الكويز عامل ازاي. ينفع اعمل السؤال هيدن؟ يعني يفضل موجود بس. اعمل السؤال هيدن؟ ده السؤال سوري. اعمله هيدن ليه؟ طبعا يعني عشان ايه؟
يعني عملت كويز وعاوزة أعرض فيه شوية أسئلة، والمرة الجاية أسئلة تانية يعني، فاهمة يعني؟ تمام، ما هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. يعني انت دلوقتي، انا بس هنا كده عملت شوية أسئلة، بعد شوية من الأسئلة دول هعمل منهم assignment. الأسايمنت دول هختار منه بس كام سؤال من الأسئلة دول، وممكن أسيب شوية ما اختارهمش. تمام، وهنعمل ده دلوقتي. اه فهمتك، ممكن تمام. أختار، يعني ممكن وأنا بعمل أسايمنت كمان شوية أختار أسئلة من كذا كويز. يعني أنا مثلا عملت الكويز ده اللي هو اسمه فاينل كويز، هعمل كويز تاني، كويز 2، كويز 3 وهكذا. وأنا عايز أعمل أسايمنت، ممكن أختار 3 أسئلة من ده وأربعة من ده واثنين من ده، ففي إمكانية إن أنا أعمل كده. طيب، تمام. لما عملنا بريفيو ده شكل الصفحة أول ما بتظهر. فيرست طبعا ده اسم البلاي ليست اللي احنا سميناها، وفاينل كويز ده اسم الكويز اللي احنا سميناه، وهو جواه 3 أسئلة. لو أنا ضغطت على ستارت هيبدأ يظهر لي الأسئلة. فكان أول سؤال بالنسبة لي ده مش فاكرة إجابته كانت إيه، الصح مثلا إيه، وبعدين ممكن أقول له تشيك أنسر فهي غلط، نيكست كويشن. ده كان سيلكت ايمج اللي هو سؤال فيه صور، زي ما قلنا ممكن ساعات أحتاج السؤال يكون صورة، فاخترت دي مثلا، طلعت هي الإجابة الصح، next question. فهنا مثلا array هي fixed linear data structure، check answer. وهنا كنت أنا عامل feedback، يعني كنت هنا قايلة له اديه feedback، لو الإجابة صح قول له right، لو الإجابة غلط قول له wrong. ده لو احنا عاملين ده أو مش عاملينه، ده برضو option بالنسبة لنا نعمله أو لأ. وممكن كمان زي ما قلنا ممكن أديله support content لو أنا عايز أعمله. فكده خلاص finish، وقال لي السكور بتاعي اهو 67%، جاوبت 2 صح وواحدة غلط وبس كده. ده ازاي ممكن برضو اعمل ريفيو للانسر، يعني اشوف الاجابات تاني، ارجع ابص عليها هو انا جاوبت ايه صح وجاوبت ايه غلط، علشان اشوف ايه الحاجة اللي انا عملتها. ده ببساطة ازاي نعمل كويس زي ما قلنا، بداية من اول ما اسحب كل سؤال وانواع اسئلة مختلفة، ومن هنا برضو بقدر اضيف سيرفي وبرزنتيشن زي ما قلنا الكلام ده كله. طيب لو انا عايز ابني اساينمنت على الكويز ده واحدد جروب معين ابعت له الاساينمنت ده يعمله، فانا بضغط على كويك شير. من كويك شير هنا عندي الاساينمنت ده، وهنا برضو ممكن اللينك بتاع الكويز اخده كده كوبي وابعته للاودينس اللي انا عاوزهم يحلوا الكويز ده. لو ضغطت على assignments ممكن اقول له create snapshot. يعني ايه هي create snapshot؟ هو هيبني كده نسخه من الاسئله اللي موجوده في الكويز دي، ولو حتى الاسئله بتاعت الكويز اتغيرت الاسئله بتاعت الاساينمنت اللي مبني منه مش هتتغير، هيفضل زي ما هو. طيب هنا ظهر لي اهو البلاي ليست الوحيده اللي احنا او اللي احنا لسه بانيينها دلوقتي، اللي هي اسمها فيرست، واحنا هنختار منها الكويز اللي احنا هنبني منه الاساينمنت. خلاص هو اوريدي مختارها هنا، فبعد كده انا هقول له نيكست ستيب، وده اسمها والديسكريبشن بتاعها والكلام ده كله ممكن نسيبه زي ما هو، برده مش هنغير في حاجه. لو عاوزين نغير نغير، لو مش عايزين نغير هنسيبه زي ما هو ونقول له next step. ولو انا عايز اعمل له align لاي ال او معين، ده برضو بالنسبه لي اوبشن اعمله او ما اعملوش. وبعدين الماركينج، نظام التصحيح هيبقى عامل ازاي، او نظام التقديرات هيبقى عامل ازاي. لو انا مثلا مغير مخلي المقبول من نسبه غير النسبه المعتاده، والجيد من نسبه ثانيه، والجيد جدا من نسبه ثالثه. فلو انا عندي سكيم معين خاص بيا انا هعمل له اختيار من هنا، هكون بنيه اصلا قبل كده وهختاره هنا. طب لو لا مش عايز انا حاجه معينه، انا عايز امشي على الديفولت، فهسيبه نو سكيم زي ما هو وخلاص، هقول له ببلش. وفي كمان حاجه انا ممكن اعدل فيه، يعني هنا بصوا المفروض ان هو بيختار الفولدر اللي هو هيتحط فيه، واقول له ببلش.
في هنا حاجة كمان اللي هو لو أنا عايز أحدد الأودينس مين بالظبط، يعني أنا عامل الأساينمنت ده لمين، فأنا ممكن هنا هو بس بيلود هنا في أودينس بحدد له الجروب أو المين اللي أنا هبعت له الأساينمنت ده، لأن هيروح لهم انفايت على الميل بتاعهم، وهيروح لهم يتقال لهم أنت عندك أساينمنت في الميعاد الفلاني، ممكن كمان اعمل لهم ريمايندر علشان افضل افكرهم بالميعاد بتاع الاساينمنت. فهنا دي جروبس مثلا مبنيه من قبل كده كان حد عاملها يعني، وكلاسز ممكن اختار اي كلاس ويكون هو ده اللي انا هبعت له الاساينمنت. ايه اي كلاس ده؟ هو كلاس انا عاملاه النهارده، وهو ده مثلا انا هبعت له الاساينمنت ده. هنشوف ازاي برضو ان احنا نعمل كلاس دلوقتي. ده الاساينمنت تايتل، ممكن اسميه اي اسم، اسميه اساينمنت واحد مثلا، هو اعمل له ديسكريبشن او ما اعملش عادي، المهم ان هو يكون ليه اسم يعني. وخطوه الاودينس احنا اوريدي عملناها. بعد كده اخر خطوه هي خطوه السكيدولينج، ان انا بحدد ميعاد الاساينمنت امتى، يعني هيبدا امتى وهينتهي امتى. فالستارت ديت اند تايم ممكن احدد له التاريخ اللي هيبدا فيه، وليكن التاريخ النهارده، وبحدد له الساعه كمان اللي هيبدا فيها، وهنا بحدد له الاند ديت، مثلا اخليه يبدا يوم 10 وينتهي يوم 12. وممكن احدد له التايم ليميت، يعني امتى بالظبط ابدا، اللي هو يعني امتى الوقت اللي هو من وقت ما يبدا الاساينمنت، او من وقت ما يبدا يروح له الاعلان، ولا ايه بالظبط اقصى تايم مسموح بيه قد ايه. فانا ممكن اعمله يوم مثلا. طيب التايم ليميت كاونت داون هيبدا يعد عليه اليوم ده بدايه من امتى؟ هيبدا يعد عليه من اللحظه اللي هيضغط فيها ستارت، يعني من وانس ان هو ضغط على ستارت اساينمنت هيبدا يعد عليه اقصى وقت انت مسموح لك بيه، هو يوم انك تحل فيه الاساينمنت ده، مش هينفع اكتر من كده. ممكن طبعا اعملها ساعه، اعملها نص ساعه براحتي. ممكن اعمل التايم ليميت من الوقت اللي هو هيتحط فيه في الاودينس مثلا، او من الوقت اللي انا بدات فيه الاساينمنت بتاعي. و خطوه الريمايندر برضو قبل ما سيف لحظه، الخطوه دي اللي هو ان انا ابعت له تذكره كده على الميل بان هو عنده assignment، فيخلي باله الوقت بقى علشان ما تنساش ان انت عندك assignment. فممكن مثلا ابعت له مسج اقول له don't forget assignment، والمسج هتروح له بالتاريخ يعني، او هتروح له بالتايم ليميت، انت باقي لك يوم، او باقي لك نص يوم، باقي لك كذا ساعه، باقي لك مش عارف ايه، علشان كل شويه يبقى ريمايندر بالنسبه له، فيفتكر ان هو يدخل يحل الاساينمنت ده واقول له done كده خلاص. دي كده كل الاختيارات اللي احنا المفروض ان احنا نعملها، ان انا حددت الاساينمنت ده رايح لمين ووقته امتى والكلام ده كله. هقول له سيف اند ببلش، وده اللينك اللي انا ممكن ابعته للناس. طيب في حاجه احنا قلناها بسرعه كده، هي ان الاودينس اللي انا بحددهم علشان يروح لهم الاساينمنت ده احددهم ازاي؟ انا بحددهم ان انا بكرييت جروب او بكرييت كلاس، وبضيف فيه الناس، او ببعت لهم انفايت، زي الكلاس مثلا اللي انا عملته النهارده اللي انا سميته اي اي كلاس ده. انا بس بعت انفايت لبسمه مثلا، لان هي اللي ليها اكونت، فلما بعت لها انفايت بقت معايا في الكلاس ده. فانا ازاي نعمل الخطوات دي؟ بالظبط زي ما احنا من الهوم بيج من بره كده، واحنا اخترنا المره اللي فاتت بلاي ليست، بس المره دي هنختار جروب. لما يلود بس طبعا هي سيشن بسيطة جدا، وأكيد يعني بالنسبة لكم ده يعني لعبة عيال شوية. احنا
خطوات كلها سهلة. فاحنا بعد اللي فات كنا بس بندخل هنا على بلاي ليست ومنها بنكريت كويز ونختار نوع الأسئلة اللي في الكويز وبعدها أساينمنت. لو أنا بقى عايزة أحدد مين الأودينس أو مين الناس اللي هيروح لهم الأساينمنت ده، هختار من جروبس. هو ممكن على مايلوج ناخد سكرين شوت للاتندنس، يبقى عملنا حاجة في الوقت ده. ده كده المفروض ان ده الكلاسز اللي انا عاملاها من قبل كده او الكلاسز اللي انا كنت مشتركه فيها من قبل كده. وفي مثلا كلاس اللي هو تخش في يونيفرستي جروب 2 ده، وفي اي اي كلاس ده لسه انا عامله له كرييت النهارده. لو عايزه كرييت واحد جديد او عايزه اعدل في واحد موجود، ممكن ادخل على واحد من اللي موجودين، ممكن اعمل نيو كلاس واديله اي اسم واقول له كرييت. احنا كده تقريبا خلصنا. هو بس كل اللي باقي بعد create class ان هو هجيب ال invite link كده، وهبعت للناس اللي انا عاوزة ابعت لها اللينك ده علشان خاطر يبقوا معايا في الكلاس ده. وخلاص ده بقى class مثلا وفي عدد معين من الناس، هم دول اللي انا عاوز بعد كده ابعت لهم ال assignment. ممكن ابقى عندي اكتر من class في اكتر من حد، مثلا لو انا مقسم sections او مقسم دفعات او كده، فبقى كل دفعة او كل section موجود في class وهبعت له الاساينمنت على طول. ممكن ابعت لاكتر من كلاس في نفس الوقت.